مكالمة بعد إذنك كابتن أحمد، معايا مكالمة من سيادة العميد علي غيط، مشرف عام على كرة القدم في نادي اتحاد الشرطة. سيادة العميد ازيك؟ كابتن وائل ازي حضرتك؟ ازيك كابتن علي، عامل ايه؟ والله الحمد لله، بسمعك كل يوم بتهاجمني مبسوط يعني. ربنا يخليك بقى، يعني مش عايز اطول عليك لان انا سمعت ان انت بره مصر. اتفضل يا كابتن. طيب انا بس في خطاب راح من نادي اتحاد الشرطة، حضرتك اصلا رجعت اتحاد الشرطة ولا لسه ما رجعتش؟ وده شغلي اتحاد الشرطه، ده شغلي، انا شغال في اتحاد الشرطه. لا اتحاد يعني انت لسه مشرف عام على فريق كوره في اتحاد الشرطه؟ والله هو المجلس رفض الاستقاله واداني اجازه وارجع ان شاء الله. طيب احنا بس عندنا هنا تعليق على الخطاب الوارد من اتحاد الشرطه لاتحاد كره القدم المصري، واللي بيقول له فيه ان انا متمسك بموقفي ان ما فيش هبوط السنه دي، ويعني احنا متحفظين على كلمه تضامنا مع الأندية الجماهيرية واستمرارا للفرحة التي تعيشها جماهير مصر بالكامل سياسيا بتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهذا للعلم والإحاطة. مش عارفين ايه موضوع الخلط السياسة بالرياضة والكلام ده. طب التليفون راح. طيب عقبال ما التليفون يجي كابتن احمد عايز، يمكن مش الكابتن علي اللي ماضي الجواب، ما اظنش انه. لا لا الكابتن علي مش ماضي، لا هو راجل مسافر، بس احنا عايزين نعرف يعني ايه القصه برضه، هو يقدر يقول لنا كده راجل مسافر ما يعرفش. طيب عايز اسال حضرتك سؤال تاني. كابتن احمد مجاهد ليك علاقه قويه جدا بموضوع شؤون اللاعبين والقصه بتاعت اللعيبه والكلام ده، مش شايف ان موقف اتحاد الكوره غريب شويه في الازمه بتاعت الثلاثي الشرطه وصور مره مع مسؤول الاهلي، مره مع مسؤول الزمالك، مره مع مسؤولي مش عارف ايه، الكلام ده كلام وارد في اللي احنا عايشين فيه؟ بص يا كابتن وائل، شؤون اللاعبين تشبه الى حد ما، يعني فيها شبه من اكتر من موضوع في بعض الحاجات اللي تخص النزاعات. يعني القطاع بتاع النزاعات شؤون اللاعبين دي فيها قيد وفيها احقيه انتقال وفيها كل حاجة، اهليه للمشاركه وفي حاجات كتير جدا. لكن مساله النزاعات تبقى فيها شقين، في شق اشبه بالاعداد بال 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 بال, 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 بال بالتحكيم او الشكل العرفي اللي هو طرفين وطرف محكم، تمام، وفي جزء اشبه بالقاضي او بالمحكمه يعني، والقاضي لا يحكم بعلمه ويحكم بالورق اللي قدامه. تمام. انت النهارده حتى الان انت ما عندكش اي ورق من اي جهه، تشوف صور هنا وبتشوف صور هنا وبتشوف صور هنا، لما ايه الموضوع يعني؟ انا ممكن اجي اقعد على الهوا ارد عليك في كل المواضيع المثاره، لكن ما ينفعش يترد في حاجه ما هياش في اتحاد الكوره. لو انا كنتش في اتحاد الكوره ارد عليه في كل المواضيع دي بمنتهى السهوله. طب اسال اقول لك على حاجه، لكن الموضوع اتفضل. لا اقول لك على حاجه، ما هو اصلا انا ايه موضوع الشكوى؟ ايه موضوع هي الشكوى؟ هي مش لازم شكوى، هي مش لازم شكوى، هي لازم هي قدامي حدث بيحصل. ايه الحدث؟ ان شايف لعيب محترف مع ماضي مع فرقته سنتين ثلاثه لسه في ممتد في عقده، تمام، قاعد مع الفلان بيمضي عقد وقاعد مع علان بيمضي عقد. ايه المانع؟